بالتأكيد سؤالي الأول ليك، أسباب رحيلك عن تدريب فريق الخلود السعودي؟ للأسف عندي مشكلة عائلية، وأنا اضطريت إن أنا أسيب التدريبات مع الفريق لأن مش هيوافق مع الظروف العائلية اللي هتمر عندي الأيام اللي جاية. وانا بحب دايما اكون ملتزم بالعقد بتاعي، ملتزم في الملعب، اكون مركز كويس جدا مع الفريق مع اللعيبه، لان فريق الخلود هو فريق كبير ولعيبته لعيبه كبيره وفريق يعني غني عن التعريف. ولكن الايام اللي جايه الامور او الظروف عائليه هتخصني انا شخصيا، مش هبقى متابع معاهم كويس، مش هبقى مركز جوه. وكويس ان هم فهموا جدا الوضع اللي انا فيه والظروف اللي انا فيها. انا بشكرهم وشكرا ان انت اديتني الفرصه ان انا اطلع على الهواء، يمكن اول مره اشكرهم على الهواء ان هم قدروا الظروف، ورغم ظروفي دي هم ما اثروش معايا بنسبه 100%. افهم من كده انه في القريب العاجل مش هيكون باولو دوراتي مديرا فنيا لفريق، وهتنتظر بعض الوقت لبحث عروض جديده. لا طبعا، لا زي ما انا قلت لك في البدايه اني انا حاليا بمر بظروف عائليه، يمكن الايام اللي جايه، يمكن الشهور اللي جايه، يمكن السنين اللي هتقضي اللي جايه، انا ما اعرفش ظروفي هتبقى فيها ايه، ولكن انا حاليا مركز اكتر في ظروفي العائليه اللي ظهرت لي فجاه، المشاكل اللي عندي مش حابب اتكلم فيها، ولكن في اي مكان وفي اي وضع وفي اي شغل ممكن في لحظه تظهر اي ظروف لاي شخص عائليه تخليه ان هو ما يفكرش في اللي جاي بكره اكتر من ان هو لازم يبقى متواجد في البيت ومتواجد وسط عيلته.